مشاهدينا الكرام، نحن الآن متواجدون في مستشفى غزة الأوروبي، حيث أحد الوفود المصرية تواجدت هنا في قطاع غزة من أجل أن تساند أبناء الشعب الفلسطيني لإجراء عمليات جراحة العيون. الطبيب محمد توفيق معنا الآن، والذي أجرى من 20 إلى 30 عملية في يوم واحد، ولكن توقفت بكل أسف هذه العمليات الجراحية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي من دخول المعدات الطبية، ما جعل كثير من المرضى في الانتظار، ما ينذر بتفاقم الوضع الصحي لهم. دكتور محمد، يعطيك العافية. يعطيك العافية. بداية بارك الله في جهودكم، والله يعطيكم الصحة. احكي لنا عن أبرز الجهود اللي قمتم فيها منذ مجيئكم إلى هنا إلى قطاع غزة. الملفت للنظر اللي لازم كل الناس تعرفه ان المستشفى دي اللي هي غزة الأوروبي من 1/7 تم إخلاءها تماما من الطاقم الطبي والمستهلكات والأجهزة الطبية كلها، وفي خلال شهرين المستشفى دي رجعت للعمل تاني. بالنسبة لي القصة دي مش قادر استوعب. لما رجعت تاني قطاع غزة يوم 30/9 وشفت المستشفى بالوضع اللي هي موجود فيه ده بتجهيزات الطاقم الطبي والإداري للعمل، خيالي بالنسبة لي في الظروف اللي موجودة دي ان الناس تقدر تشتغل بالطريقة دي. تحدي المستهلكات والإمكانيات والمستلزمات في أي مكان في الدنيا هيوقف الشغل، بس اللي بيحصل هنا مش خارج نطاق الطبيعة العادية. انك انت تقدر في الظروف دي كلها تعمل العمل ده، تبقى عايش في الظروف دي بره المستشفى، وتقدر الساعة 8 الصبح تكون موجود في العمل وتبذل مجهود غير طبيعي من اول الاداري للتمريض للاطباء، فانك انت في الاخر توصل انك تعمل الارقام دي من الحالات في ظل ضعف امكانيات غير طبيعي، فهو بالنسبة لي حاجة مش قادر افهمها. يعني مش قادر اوصفها ولا قادر افهمها. احنا في الظروف العادية اصلا ما بنعرفش نعمل ربع الحاجات دي كلها. صدمك صمود أهل قطاع غزة؟ لا، هي احساس ان الناس، انا لو هعيش ربع الظروف دي اصلا مش هعرف انزل الشغل اساسا. فلما تيجي انت بقى تشتغل مع ناس زي كده وعندها العزيمة دي والاصرار على العمل ده، انت لو هتشتغل 50% هتشتغل 100%، ولو بتشتغل 100% هتشتغل 200%. ما تقدرش تقول انك تعبان، ما تقدرش تقول انك مرهق، ما تقدرش تقول ان انا عندي مشكلة مثلا. وهذا السبب الذي جعلكم تجرون ما يقارب 20 ل 30 عملية في يوم واحد. بالظبط. وبعدين كمية الحالات اصلا كبيرة. احنا على فكرة الرقم اللي انت بتتكلمي فيه ده في يوم، احنا عملنا لغاية دلوقتي 230 عملية، وكلهم دول قد كده من عدد الحالات اللي موجودة. يعني احنا عملنا 1% من الحالات المحطوطة اللي المفروض تتعمل. فانا بس عاوز اوصلك ان 33 عملية في يوم واحد ده مش دكتور اللي عملها، ده اداريين وتمريض وطاقم طبي اشتغل على الموضوع. خلى الدكتور لما يقعد على الكرسي يشتغل، يقدر يشتغل. لو كل ده ما كانش موجود ما كانش حاجة تعمله. الله يعطيكم العافية. أكيد. الآن العمليات للأسف الشديد توقفت بسبب عدم دخول الإمكانات. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. هو خلاص احنا خلصنا كل المستهلكات الموجودة، عدسات، محاليل، المستلزمات المطلوبة لإجراء العمليات خلصت. أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل الفترة الجاية، بس إحنا واقفين. أنا نفسي أي يعني يسلط الضوء على الموضوع ده، عشان هي فكرة العيون عامة من بداية الحرب ما كانش محطوط لها الأهمية. بص، إحنا لو الحوار اللي بينا ومن بعض ده كان بعد الحرب بشهر كنت هقول ماشي، بعد الحرب بشهرين كنت هقول ماشي. أنت لما يحصل لك قذيفة أنت أهم حاجة تعيش. موافق إن العيون ما يبقاش ليها دور في ظل الإصابة اللي هي بتاعت إن أنا هموت خلاص. فأنا عشت بقالي قد ايه؟ بقالي 6 شهور، بقالي 7 شهور، بقالي 8 شهور، بقالي سنه. ففكره ان انا لغايه دلوقتي ما يتمش تسليط الضوء على مشكله العيون، احنا هنخش في امراض مزمنه، انفصال شبكي مزمن، شظيه جوه العين بقى لها شهور، اطفال صغيره مولوده بعيوب خلقيه. الكلام دخل في فتره زمنيه بقى فيها سنه. أصعب حاجة مريت فيها خلال إجراءك للعمليات دكتور، بتقدر تحكي لنا شو هي بعض الحالات؟ أصعب حاجة بتمر في مع الواحد هنا عامة، يعني إنك أنت تقول للعين أنا مش قادر أعمل لك حاجة. إنك تقول للمريض أنا مش قادر أعمل لك حاجة خالص، بالذات لو عينين الاتنين فقدهم. إن أنا أقعد قدامه كده أقول للأسف أنا، بالذات لو طفل. خلاص بيكون فقدت عينه خلاص. العين لو ما تمش علاجها في خلال أشهر محدودة، نتكلم في شهرين أو 3، يتم فقد البصر ثم فقد العين. بيصعب عليك انه انت فأنت تحكي لهم مش خلاص قادر. واقف قدامه مش عارف تقول حاجه.
بالذات لو طفل، فالموضوع بالنسبه لك انت مش بتقدر تقول له حاجه، يعني حتى مش بتقول له ان في علاج بره، لا هو مفيش علاج عشان العمليه ما اتعملتش من اول يوم ولا تاني يوم ولا تالت يوم. فانتوا دوركم ان انتوا توصلوا النقطه دي، ان التخصصات الاخرى اللي هي بره تخصصات اللايف سيفنج اللي هي مسؤوله عن حياه البني ادم لازم يتم تسليط الضوء عليها دلوقتي. مشاكل الجلديه، مشاكل العيون، مشاكل التجميل، خلاص احنا عدينا سنه خلاص، فلازم الحاجات دي يتحط التركيز عليها. اكيد هنركز عليها وهذا دورنا وجزء من المقابله. اشكرك جزيل الشكر دكتور محمد توفيق، كنت معنا. ايضا مشاهدينا الكرام سنتابع معكم في هذه الجوله مع الدكتور. يعطيك العافيه دكتور. اهلين، الله يعافيك يا ربي. كيف بتشوف تاخر العمليات الجراحيه وانتظار المريض كل هذه المده كيف بيؤثر على حاله المريض نفسه؟ أول إشي إحنا في وضع أصلاً صعب، في وضع الحرب وعدم استقرار، كل الظروف اللي إحنا منعيشها، فإحنا في أوضاع صعبة جداً في ظل الإصابات والمشاكل اللي إحنا منشوفها اليومية. لما ينضاف على هذا الشيء صعوبة الوصول للخدمة الصحية وصعوبة علاج الأمراض البسيطة بالإضافة للإصابات اللي إحنا منشوفها كل يوم، فهذا بيزيد على كاهل المريض، بيزيد على العبء فوق العبء اللي إحنا منعيشه أصلاً. هذا الحكي احنا بنحاول نلاقي له حلول خلال الفترات الماضيه، نجحنا بشق الانفس في ايجاد ثغرات لحل بعض المشاكل، لكن كل مشكله بنحاول نحلها بتواجهنا مشاكل اخرى تقف في وجهنا، بتوقفنا وبتخلينا نرجع لنقطه الصفر من اول وجديد. ولكن ما بتتوقف، ودائما العزيمه موجوده عند الطبيب وعند المريض وعند كل اهل قطاع غزه. احنا تعلمنا من الظروف اللي بنعيشها، وكنا من هذا الشعب اللي احنا بعيش هذه الماساه، إنه إحنا لازم نضلنا مستمرين. استمرارنا في عملنا هو رسالة منوصلها للجميع، إنه إحنا حنضلنا برغم كل الظروف اللي إحنا منعيشها نواصل عملنا لخدمة شعبنا وتوصيل صوتنا للجميع. هذه رسالة إحنا بنعتبرها أمانة في أعناقنا لازم نوصلها برغم كل الظروف اللي إحنا منواجهها، وبالفعل إحنا منواجه صعوب وظروف قاسية جداً. أحد الأمثلة اللي أنا كنت حابب أسلط الضوء عليها، إنه إحنا بنحكي الآن في المستشفى الأوروبي نجحنا في إيجاد حل ولو بسيط أو جزئي أو مؤقت. أنا بتطلع على غزة وشمال غزة، في أرقام مهولة مخيفة. إحنا من سنة كاملة ما عملنا ولا عملية جراحة شبكية في غزة وشمال غزة برغم كثرة الإصابات. دكتور محمد توفيق اليوم كان جاي وكان في الخطة أنه يطلع لشمال غزة نتيجة الأحداث الكبيرة اللي صارت في غزة والأحداث الأمنية والهجوم الإسرائيلي. حاليا منفكر أنه يمكن ما نقدر نروح هناك، أو ما يقدر دكتور محمد يروح حتى يؤدي رسالة ولو بسيطة يسلط الضوء عليها. فأنا حاب أسلط أنه صح يمكن نجحنا في ثغرات بسيطة، لكن المشكلة كتير أكبر، والمشكلة مش بس في المستشفى الأوروبي، المشكلة في مستشفى ناصر وفي مستشفى الأقصى وفي مستشفى الشفاء وفي مستشفيات غزة، مستشفى كمال عدوان، مستشفى المعمداني، مستشفى العودة. كل غزة تعاني ودرجات المعاناة تتفاوت حسب همجية الاحتلال وعدوانه. إن شاء الله أشوفك الحد الجاي اللي بعديه، ما تغطيش عينك، اغسل وشك ودخل ماء جوه عينك عادي وتعامل طبيعي خالص. ماشي، السلام عليكم. نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذه الجولة، وللأسف الشديد على الرغم من النجاح الباهر الذي يحققه الأطباء في قطاع غزة رغم نقص وقلة الإمكانات، إلا أن هناك عديد من الحالات الفلسطينية لا زالت تنتظر على الدور لتأخر دخول المعدات الطبية. يعطيك العافية. أهلا يا الله فيك يا رب. إيش كيف وضعك؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. إيش حقولك الدكاترة؟ بدو عملية لعين هذه ولعين هذه. السلام عليكم. الله يسلمك. طيب ليش حتى الان ما عملت العمليه؟ كان معادي من السنه اللي فاتت وعملت تحويله ورقم واحد على مصر، قفل المعبر بس. ما فاتت اي معدات علشان هيك تاخرت العمليه؟ لا 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 لا. الله يكون فيك. شو نفسك يعني؟ شو نفسك تحكي؟ إيه؟ سالتك. ايه؟ شو نفسك تحكي اليوم؟ نفسي احكي ان شاء الله مطيب يا رب، ويصير يرجع السلام لغزه، نروح على غزه معي. ألف سلام عليكم. إذا نتابع معكم مشاهدينا الكرام مزيد من الحالات التي تسبب الاحتلال الإسرائيلي عندما منع ورفض دخول المعدات الطبية لاستكمال إجراء هذه العمليات. ومعنا هنا والدة الطفلة. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك يا رب. الله يخليك. طفلتي ماسة نصار يعني أصيبت في الحرب بجسم غريب في عينها واستقر على الشبكية. الحالة استمرت 5 شهور تقريبا،
بصراحة رحت لأكثر من مستشفى وكانت كتير في تأخير للعملية بسبب إنه في شيء مستشفيات والوضع الصحي عندنا في المستشفيات، في المستشفيات كله متراحل. يعني رحنا على المستشفى شهداء الأقصى ورحنا على مستشفى الهلال الأحمر وفحصوها أكثر من طبيب، وعنا يعني كان تأخير العملية أو حدوث أي تطور في حالتها سببه إنه ما في شيء المعدات والأجهزة الطبية. هي بنتك الله يسلمها تصوبت بفعل شو بالضبط؟ بفعل شدايا الحرب، يعني إنه كان الواحد بيكون هي طفلة بتلعب زي هالأطفال، فسبحان الله صار قصف إشي خش في عينها فجأة، فبعد فترة اكتشفنا إنه هو يعني جسم غريب استقر على الشبكية طبعاً بعد الفحص، وظلت هالحالة تقريباً 5 شهور بمتابعة الأطباء على الأدوات الموجودة يعني في المستشفيات لحد يعني إن شاء الله ربنا يكتب لها وتابع العملية. إن شاء الله يا رب ألف سلام عليها. تأخير دخول العملية هل سبب عندها مشاكل لا سمح الله أو ضعف؟ إلى حد ما صار عندها ضعف في النظر، في تعرف يعني الشبكية، فيعني حيكون في عندها ضعف في الرؤية في العين اليمين. وعلما انه انا تبعت معها في القطرات بس برضو تصار معها ضعف، وان شاء الله ربنا يكرمها هيك وتكون حالتها تتحسن لقدام. ماسا كيف حركة ماسا؟ الحمد لله. ايش اللي صار معك ماسا؟ سلامتك، عينك بتوجعك؟ الله يسلمك. انت نفسك تعمل العملية يا ماسا عشان الطيبة؟ ان شاء الله. ايش حكوا لك الدكاترة؟ لسه في وقت للعملية؟ في ضال وقت وفي أسرع وقت رح نعمل عملية إن شاء الله يا رب. هيك ألف سلام عليك يا مسا. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا تعاني العائلات الفلسطينية جراء نقص الإمكانات في هنا في قطاع غزة. تفاصيل أكثر عن نقص الإمكانات وما الذي يمكن أن يسببه تأخير هذه العمليات الذي يأتي أيضا نتيجة لنقص الإمكانات، تفاصيل أكثر مع الدكتور سامر رئيس قسم العيون في مستشفى غزة الأوروبي. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية أسامة، كيف الحال؟ الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين. دكتور أسامة، في قطاع غزة يعاني بشكل عام من نقص المواد الطبية، ولكن المعدات المتعلقة بالعمليات المتعلقة بالعيون، يعني كيف يبدو الوضع والمشهد من عندكم؟ طبعا احنا المشكلة عندنا الآن في حالات العيون، طبعا حالات كثيرة جدا موجودة الآن تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة. العمليات الجراحية العاجلة هذه طبعا تحتاج إلى إمكانيات عالية، خصوصا أنه الجراحات العيون تعتبر من الجراحات الدقيقة، يعني مش أي جراحة عادية، فلازمها أجهزة دقيقة، لازمها ميكروسكوبات، لازمها أدوات كثيرة جدا. للأسف هاي الأدوات والأجهزة الآن كثير من الأجهزة عندنا متعطلة وغير متوفرة. بعض المستهلكات، كثير من المستهلكات وخصوصا في جراحات الشبكية غير متوفرة من فترة طويلة. طبعا الآن كمان إدخال المعدات هذه والمستهلكات في صعوبة جدا في إدخالها، فبالتالي المرضى ينتظرون لفترة طويلة لإجراء العملية الجراحية. كم عملية أجريتم حتى الآن منذ دخول الوفد إلى الآن، وكم عملية متبقية بسبب منع دخول المعدات؟ طبعا مع دخول الوفد الدكتور محمد توفيق أجرينا خلال 10 أيام هاي ما يقارب حوالي 150 حالة، ما بين إجراء أغلبهم جراحات شبكية، وأجرينا عمليات مياه بيضاء. طبعا مياه بيضاء كثير حالات جدا تنتظر الدور، ولكن احنا الآن معنيين بالشبكية لأنه الدكتور محمد توفيق تخصص شبكية، جراحات الشبكية جراحات دقيقة جدا وغير متوفر عندنا. الحالات الآن تنتظر ما يقارب حوالي 300 حالة تنتظر العمليات، والعدد هذا في تزايد لأنه كل يوم في إصابات جديدة، كل يوم في أجسام غريبة في العيون، وهذه محتاجة جراحات دقيقة، جراحات عاجلة. اليوم عندنا 300، بكرة ممكن يكونوا 320، الأسبوع الجاي ممكن يكونوا 400، فبالتالي الأعداد في تزايد في ظل عدم وجود الإمكانيات وعدم فتح المعابر، هذا كمان بيزيد الأزمة بالنسبة لهؤلاء المرضى. تأخر إجراء العمليات بسبب عدم دخول الإمكانات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنعه لدخول هذه المعدات، كيف يمكن أن يؤثر على هؤلاء المرضى؟ هو بشكل عام تأخر الجراحة لمرضى الشبكية بالذات هذا يؤدي إلى فقدان النظر في أغلب الحالات، لأن الشبكية عبارة عن جزء من العصب، وإذا تأخرت في العلاج فهذا بيفقد المريض النظر، فبالتالي لازم الجراحة الشبكية تكون عاجلة حتى نبعد عن مضاعفات الإصابات هذه. شو رسالتكم ختاما دكتور؟ نعم، رسالتكم. رسالتنا انه احنا بنحكي للعالم كله انه يساهم في الوضع الانساني اللي موجود في غزة، انقاذ هؤلاء المرضى، انقاذ حياتهم، لانه المريض لما يصير يشوف الدنيا كويس فهذا يعتبر انقاذ لحياته. هذه رسالتنا
كل إنسان يستطيع أن يقدم خدمة لهؤلاء الناس ما يقصر فيهم، لأن هذه خدمة إنسانية في الأول في الآخر. الله يعطيك العافية دكتور أسامة رئيس قسم العيون بمستشفى غزة الأوروبي، شكرا جزيلا لك. إذا نتابع معكم مشاهدينا الكرام ونحن نتحدث عن هذه الأزمات التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم، وحتى عند دخول وفود من الخارج أيضا يتم التضييق على القطاع الصحي في قطاع غزة، ما يؤخر إجراء عمليات جراحية، ما ينذر أيضا بتفاقم للأوضاع الصحية للمرضى هنا في قطاع غزة. هذه نهاية جولتنا، كنت معكم أنا علاء أبو معمر لقناة الجزيرة مباشر، ثاني مصر في مصر.